متكلم محمد الامام المسلم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال على الولايه يا الله تسعد تكاتب مالي ما تسعد من الموريتاني كاع. لما انا سمعته بان لي شوك هون من المراه ويسير وسيباني وانا هذا سيباني ابو 70 سنه لو انا هذا هو نهار العاشر نطلع ونقضى على مول السكرت هذه ثلاثه حركه جهاز ما حركه يا عند مال هذا اي مكتب هذا؟ هذا المكتب هون الاحصاء عندهم شمل الفيافي شو المدير هو هون وعماله هم هون كله يا اخي ما مرضي شيء يشتغلوا فيه؟ ما ليش اذا شغلك؟ ليش ما هي نافعه؟ شو من باطل ايش مقبول من البلديه؟ ما هو شيء نافع الشيء ايش طالبين باش؟ ها؟ طالبين باش؟ مطالبين بالنا بعد يفتح لنا مكتب الاحصاء ثاني مع هذا لما يلزم ولايه الحرم ولاية الحوك كم كثير من الشعوب ولا ومكتب واحد ولا ومكتب واحد ما يفتح لنا يفتحوا لنا مكاتب الولايه ويعود عليهم مدير واحد ويعطوهم الاجهزة اللي شغلهم والله يعطونا عينها والله يقولون لنا ما لنا فيكم دايرين احنا فيهم وما حد صار ضمان